ماذا بعد؟ سؤال بات يطرح نفسه بقوة في محاولة لاستنتاج الخطوة التالية في مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية التي شهدت تدهورا سريعا خلال الأيام الأخيرة على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية. تقارير صحفية غربية أشارت إلى أن القاهرة تدرس سحب سفيرها من تل أبيب كمحاولة ضغط جديدة تهدف لمنع اجتياح إسرائيلي وشيك لرفح. أعتقد أن هناك خطوات كثيرة قادمة، أعتقد أن من الممكن أن يجري يعني تخفيض التمثيل الدبلوماسي ما بين الجانبين، أعتقد أن من الممكن طرح إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد وتقييم، لأنه اتفاقية كامب ديفيد كما تعلم بتضم من بين بنودها كيفية التعامل مع بعض الخروقات التي تحدث في حال حدوث هذه الخروقات. رغم أنها تتسم بالاستقرار في مجملها، إلا أن العلاقات المصرية الإسرائيلية سجلت من قبل إجراءات احتجاجية في مناسبات عدة، فقد سحبت مصر سفيرها من تل أبيب للمرة الأولى عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وفي نوفمبر عام 2000 استدعت القاهرة سفيرها احتجاجا على استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى. رغم تكرارها لم تؤثر تلك الإجراءات بطبيعتها الدبلوماسية المؤقتة على مكتسبات اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. رد الفعل المصري التصعيدي دقيق ومتدرج ومحسوب، وأحسب أن القاهرة وتل أبيب وواشنطن عازمون جميعا على الاحتفاظ بمعاهدة السلام وعدم خروج أي طرف منها باعتبارها حجر الزاوية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. منذ بداية حرب غزة تدرج الموقف المصري تجاه التمادي الإسرائيلي العسكري في غزة، بدءا من التحذير بالتصعيد المتبادل، مرورا برفض الرئيس السيسي استقبال اتصال هاتفي من نتنياهو، ووصولا إلى التدخل المصري إلى جوار جنوب إفريقيا في تحركها القانوني ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. تدرج حاولت من خلاله القاهرة إعطاء فرصة لتل أبيب للتراجع خطوة إلى الوراء وتهيئة الطريق نحو اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى، غير أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن مصر مستمرة في خطواتها التصعيدية تجاه إسرائيل ما لم تبادر الأخيرة بخفض تصعيدها العسكري في غزة. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.